حسيت الدارسين هسه راح اضيف لها عود دارسين واحد. او كعكة ابو السمسم. المهم بتيجي تويب يف. وهسه حبيت اسوي كب كيك بهذا القالب اللي عندي مال الكريسماس بهاي الزينه. فحضرت هنا بيضتين بيكنج باودر وفانيلا وحليب وشكر، وراح اضيف بعد زيت وهاي كريمه من عندي لان انا حبيت اسوي هاي الحركه حتى تعطيها بياض اكثر وهشاشة. فراح احضر واسوي الكب كيك وياكم ويلا. وقررت اسوي ابيض، ما راح اخلي تشوكلت، راح اخلي بس هذا التشوكلت شيبس على الوجه. وراح استخدم هاي هماتين عندي الوان، وبعدين ما اعرف شنو راح ازينه او ابقي ساده، ما قررت لهسه. Yes, good job. مش ايدي. اوكي. هاي خلاص. طبعاً الشكل ما طلع نفسه لأن ارتفعت يعني بالبيكنج باودر والبيض، فما تبقى نفس القالب، بس طعمها طلع كلش طيب. هاي أكثر الأشكال اللي ضبطت وياي، هاي عليه سبراي ذهبي. مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم
30 ديسمبر، يعني باقي ليلة واحدة إن شاء الله وندخل على السنة الجديدة بخير وبسلامة إذا الله راد. فشنو هنا مسوياني؟ جبت بطة وزنها 1.5 كيلو، شفت الطريقة كلش حلوة فكلش عجبتني. أنا قبل مسوية يعني طابختها بس ما مسويتها بهاي الطريقة، فهالمرة حبيت أجربها بهالشكل. المهم نقعتها وراح أعوفها الليلة وباكر راح أكمل طبخها إن شاء الله، لأن كلش تعبانة أريد أروح أرتاح. هنا مسوية لبن، يعني سويت الحليب بس فار، فانتظره يبرد وأكمل أسوي يعني اللبن. وهنا كنت مسوية بسكت أو كعكة بالسمسم. المهم فأروح أنام وأرتاح، كلش تعبت هواي شغلات سويت. وباكر إن شاء الله أرجع لكم بسلامة. هلا ويا بنات، اليوم الثاني رجعت لكم. هسه بعد ليلة كاملة كانت بالثلاجة، راح أطلعها أغسلها وأخليها بجدر الضغط تطبخ 15 دقيقة وبعدين أدخلها بالفرن. هسه لسه اللي راح أخليه بهارات صحيحة، ورغار، ملح وبصل. أخلي هذا المي على مليته، وبس مجرد يغطيه المي وها هي. طبعا نسيت الدارسين، هسه راح أضيف لها عود دارسين واحد. للحشو راح أحتاج تمن، بصل وفلفل ألوان، إذا تحبون تضيفون غير نوع خضرة براحتكم، لحم مثروم، ملح وبهارات حسب الرغبة، يعني اللي تحبوه تضيفوه. هسه شنو طلعتها من جدر الضغط، خليتها هنا بالتبسي، خلي السليفون وورق زبدة جواها. راح اخلي هذا الثوم بالفتحات، وهنا سويت لها هاي التتبيلة ادهنها بيها، وهذا التمن خلص راح اخذ منه اخليه بداخلها، صار يجنن. وهنا بنات سويت ليزي كيك وسويت هاي الشكل كوكو، هما سويتها على شكل نجمة الكوخ الشجرة. السهم أرتبه نقلب غير معون، جيت خالته بالفريز بس حتى يعني يجمد يلزم
لان هذا الفوق اللي عليه التغطيه مال الشكر بالالوان. Like this tool? Oh no. Allah! Allah, baby. هاي المقطة زينة. ايد مكتوب هذا مو راسك ترى هذا عصعوصة. شكو ايه ايش تبكي؟ اه هنا